ناس كتير وقت المحن بيلاقوا نفسهم لوحدهم، وحتى أقرب الناس ليهم بيفضلوا بعيد وبيتخلوا عن مسؤولياتهم، وفي الوقت ده بيلاقوا ربنا بيتدخل في أدق وأبسط التفاصيل وبيعمل معاهم في حياتهم عمل عظيم، وساعتها بيعرفوا إن ليهم قيمة في الحياة سببها غلاوتهم عنده. أنا أم لثلاث أولاد، منهم اتنين عندهم إعاقة سمعية. من أول خالص كده أنا بالنسبة لمريم، هو مريم ومينا اللي عندهم إعاقة سمعية، كرولوس هو في النص ما بينهم، يعني البتوين بينهم دوت، مع يعني كويس بفوش حاجة. مريم أول ما عرفت إن هي عندها إعاقة سمعية كان عندها حوالي 4 سنين، أول ما بدأنا تلبس سماعة دي عرفناها بالصدفة، هي كانت بتسمع كويس وبتتكلم معانا ما فيش أي مشكلة خالص بالنسبة لها، وفجأة بدأت تشتكي إن هي مش بتسمع وإن هي عايزة التلفزيون يعلى شوية، عايزانا نعلي صوتنا لما نتكلم معاها. لما بدأنا بقى نروح للدكاترة واكتشفنا الموضوع وكده هوت، طبعا بالنسبه لنا كانت بالنسبه لي صدمه، لاني ما مرتش بحاجه قبل كده او ما تعاملتش مع حاجه زي كده في من يعني من زمان، فكانت بالنسبه لي حاجه جديده عليا، فانا مش عارفه المفروض ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. بس واحده واحده اتعلمت وبقيت اعرف ان هي لازم تروح تعمل جلسات تخاطب، وان هي تتابع مع حد، ولازم كل 4 سنين اروح اعيد لها الكشف واخد بالي من السماعات. كانت دوشه كبيره كده وكنت فيها انا لوحدي. بعد كده جه مينا بعد 4 سنين، هو فرق بينه وبين مريم 4 سنين بالظبط. في الفترة دي كانت مريم بقى بدأت تتأقلم على السماعة خلاص، وبقت الدنيا بالنسبة لها عادية. يعني علمتها ان هي لازم تتعود على السماعة، كانت في الأول رفضها، علمتها في الأول لازم تتعود على السماعة لأن هي دي اللي هتخليها تسمع كويس، ووريتها الفرق ما بين ان هي مش لابسة السماعة وان هي لابسة السماعة. فلما بدأت تحس بالفرق دوت بدأت خلاص ان هي تتعود على السماعة، وعلمتها ان هي لازم تشيلها قبل ما تنام، ما تخشش الحمام بيها او تستعمل مية وهي لابساها، وهي بدأت يعني كانت بتتجاوب معايا. انا اسمي مريم عميد، عندي 20 سنة. كان في ناس مثلا توقفني تقول لي هو ايه اللي انت لابسه في ودنك ده، فكنت بتضايق شوية، يعني كانش ينفع تعديها على حاجة، بس فكنت بقولها دي سماعي السمع، فكانت بقى تخش بقى في تفاصيل وتقول طب انت بتلبسيها ليه يعني، وما انت ما بتسمعيش زينا، فكنت بقولها لا انا عندي ضعف في سمع فبلبس سمع فاسمع زيكم بس. ف يعني ما كانتش تبقى مضايقات كتير قوي، لانه انا كنت يعني في حلي فما كانش حد بيكلمني كتير. مينا بقى اكتشفت الموضوع دوت كان عنده 1 سنة و8 شهور بالظبط، ما كانش كمل 2 سنين، لقيته ان فجأة كده بقيت انده عليه ما يردش عليا. كان في الاول بيتلفت لي، هو ما كانش لسه اتكلم بس كان في الاول بيتلفت لي لما انده عليه، بعد كده فجأة لقيته مش بيستجيب ليا. في الاول طبعا لقيت حاجات كتيرة اتقالت لي، لا انت عشان مركزة مع الولاد، لا انت عشان ما عندكيش حاجة غيرهم. انا في الفترة دي ما كنتش بشتغل، فكنت قاعدة مع الولاد بس، انت بس عشان عندك عقدة من موضوع مريم فانت مركزة مع الولاد، انت عندك وسواس. فطبعا انا ما اهتمتش بكل الكلام دوت، لكن رحت قلت الفيصل بيني وبين اي حد بيتكلم في الموضوع ده ان هو الدكتور هو اللي يقول. وبالفعل رحت للدكتور، حتى الدكتورة لما جت تكشف عليه يعني استغربت ان انا جاية اودي ابني ان هو يتكشف عليه، يعني بتقولي هو ما فيهوش حاجة ودانه سليمة ما فيهاش اي حاجة، انت ايه اللي خلاك تيجي تكشفي عليه؟ فقلت لها هو مش بيسمع. قالت لي لا ازاي يعني؟ قلت لها انا بقولك ان هو مش بيسمع. فقالت لي خلاص انا بيني وبينك هعمل له مقياس سمع وهو ده اللي هيثبت، لكن انا شايفة من الكشف الخارجي ليه ان هو ما فيش اي حاجة تقول ان عنده مشكله في ودانه. وبالفعل عملت له مقياس سمع، مقياس السمع ده طلع ان في ضعف سمع بنسبه 50%. فهي كانت مستغربه جدا، بتقول لي انا اول مره اشوف ام مهتميه للدرجه دي بولادها، ان هي لدرجه اول ما خدت بالها جت تكشف. في ناس كتير ما بتاخدش بالها من الحاجات دي. كان مينا طبعا المشوار بتاعه اصعب من مريم، مريم كان عشان كانت بتتكلم واستجابت معايا في الاول للسماعه،
فكانش في مشكلة معاها. لكن مينا كان لسه صغير، وطبعا كان ان احط جهاز جوه ودنه وكده، هو دي كانت بصعوبة جدا، ما كانش في الاول متقبلها خالص، وكان على طول يشيلها ويرميها، ولما اخصب عليه كان يقعد يعيط. فكان مع مينا بالنسبة له مشكلة كبيرة، لان كمان ما كانش فيه كلام، ما كانش يتكلم. لكن كنت ربنا طبعا يعني اداني الصبر واداني القوة. انا ما كنتش مصدومة زي ما صدمت في مريم، يعني تقريبا كنت خدت خلاص، يعني ربنا سندني وربنا اداني معونة من عنده اني يعني خلاص يعني الاتنين معايا، فانا همشي المشوار دوت. اسمي مينا عماد. رد اشنو ده؟ عنده 16 سنة، مدرسة ثانوي، رايح تانية ثانوي. أنا لميم. كانش عارف يتكلم، كانش عارف الإشارات، بس مع الوقت ابتدى يتعلم ويفهم. بدأت إن أنا وديت تخاطب، أحد سنتين بوديت تخاطب ما كانش فيه أي استجابة، وعشان كنت في الطريق ده لوحدي وكان ربنا هو بس اللي معايا، فعملت حاجات كتيرة جدا بصراحة عشان أكمل معاه المشوار. مع الوقت كانت في سماعة من السماعات بتاعته ضاعت، فقلت لهم عشان أعمل سماعة جديدة أعمل إيه؟ قالوا لي هتعملي محضر في القسم بأن السماعة بتاعته ضاعت، وبعدين تيجي هنعمل له مقياس سمع جديد وتروحي بيه على هيئة التأمين الصحي عشان تطلعي له سماعة جديدة. أما كانش فيه إمكانية أن أنا أجيب سماعة على حسابي لأن كانت تكلفتها غالية جدا، وأنا في الوقت ده ما كنتش بشتغل، كنت قاعدة في البيت. فعملت فعلا كده، وبقيت في كل خطوة أعملها أقول يا رب أنت دبر له سكته، يا رب أنت عارف هو محتاج إيه وأنت قادر أن أنت تجيبه له. طول فترة حياتي مع الولاد أنا على طول كنت أقول لهم لما كانوا يطلبوا حاجة، كنت أقول لهم إحنا هنصلي وربنا هيبعت لنا احتياجنا، احنا هنصلي وربنا هيبعت اللي احنا محتاجينه. لما نقف نصلي نطلب من ربنا الحاجات اللي احنا عايزينها، وهو الحاجات الكويسة لينا هيبعتها لنا. الولاد طبعا اتعودوا على كده من صغرهم، كنت بقف اصلي بيهم كده هوت. مشيت في خطوات الاجراءات ان انا اطلع سماعة جديدة دي لمينا. كانوا ناس كتيرة أحبطوني وقالوا لي ده عشان تجيبي سماعة جديدة من التأمين يا إما هتدفعي نص التكلفة بتاعتها يا إما مش هيوافقولك عليها أساسا. قلت لهم لا، هو ربنا هيدبرها وهيبعت له السماعة. وكنت دايما أقول يا صاحب الاسم يتصرف، هو اسمه مينا وصاحب الاسم هو اللي هيجيب له السماعة. فعلا رحت وديت الورق هيئة التأمين، قالوا لي هنرد عليكي بعد 10 أيام. فعلا جالي تليفون فجأة كده على تليفون البيت بيقول لي تعالي استلمي الموافقة على سماعة ابنك. أنا استغربت وقلت إزاي ده، يعني من كلام الناس اللي كنت سامعاه قلت ده استحالة هاخد سماعة. من كتر ما أنا مش مصدقة سألت اللي كلمتني في التليفون بقول لها طب هو أنا هدفع فلوس؟ قالت لي لا مش هتدفع حاجة، أنت جات لك موافقة تأشيرا من رئيس الهيئة أن أنت تستلمي سماعة تانية. فعلا يعني نزلت بسرعه جبت الموافقه من كتر ما انا مبسوطه وفرحانه ومش مصدقه، وبقيت عماله اقول اشكرك يا رب انت عارف احتياجه ايه وجبته له فعلا. درست في مدرسه عاديه، كل فتره المدرسه درست في مدرسه عاديه، وكنت متفوقه في ثانوي. انا فاكره بقيت سنين تاني بس كنت متفوقه في ثانوي، طلعت اول سنتين اولى على القسم، وثالث سنة جبت مجموعة قليل شوية، فكنت يعني مطلعتش يعني قعدت في مرة حاجة. بعد كده هو مكانش عندي هدف، بس قررت أخش نظم معلومات. بعد كده بقى كلية أو معهد، أنا دخلت القسم دوت، تفوقت في سنة أولى ولسه تانية تفوقت في الترم الأول، ولسه مستنية نتيجة الترم التاني. مريم دلوقتي وصلت كملت دراستها كلها في مدارس عادية زيها زي الولاد العاديين خالص. هي دلوقتي وصلت إن هي خلصت تانية معهد نظم ومعلومات. مينا كان في الأول في مدرسة عادية،
دلوقتي هو في تانية ثانوي، بس نقلته من المدرسة العادية لمدارس متخصصة لضعاف السمع والصم والبكم، لأن ما قدرش يكمل. هو كان في المدرسة العادية لغاية سنة خمسة بس، يعني الترم الأولاني من سنة خمسة، وبعد كده كمل الترم الثاني من سنة خمسة ولغاية ما هو دلوقتي تانية ثانوي في المدارس اللي هي المتخصصة لضعاف السمع والصم والبكم. ثانوي كنت كان نفسي أخش قسم تاني، بس ربنا كرمني ودخلت قسم تدريس، هي أنا بتجهزة، فكانوا بيعلمونا التدريس وإن إزاي نعمل وإزاي نشتغل عليه وإن ده هيفيدنا في الآخر، فكنت حابة إن أنا أتعلم حاجة زي كده هوت. فكنت بعمل دايما مفارش، وكنت باخد درجة حلوة أوي عليها، كنت ببقى اللي هو احسن مفرش في القسم بتاعي. مريم بتحب التمثيل، هوايتها بتمثل وبتعمل تطريز، بتطرز، بتعمل اشغال يدويه. مينا بيحب الكوره واتعلم من جده ده اللي هو والدي، اتعلم من جده ازاي يصلح الاجهزه الكهربائيه زي الثلاجات الغسالات، الحاجات دي هي حاجات انا كنتش متوقعه ان هو يعرف يتعامل معاها او يعرف يعني يفك ويركب فيها، بس هو فعلا يعني اثبت ان هو شاطر في الحاجات دي. مريم كانت بتشتغل وهي بتدرس، بس السنه دي هي ما قدرتش توفق بين الشغل والدراسه فسابت الشغل وكملت في الدراسه بس. مينا بينزل شغل مع جده وبيلعب بقى السكورة. بيلعب في النادي بتاع السم مع الحب، بيشتغل مع جده، بيشتغل ايه؟ بيسلح تلاجة، غسالة، تكييف، حاجات كتير جدا. دلوقتي بقى فاهم كويس ومستمر وحابب الشغل. انا احب اقول لكل ام عندها حد من ذوي الاعاقه او ايا كانت اعاقته ايه، افرحي بيه. انا فرحانه جدا بولادي، ما فرقتش معايا الاعاقه بتاعتهم خالص، ما كانتش عائق بالنسبه لي، بالعكس انا مشيت معاهم مشوار طويل ولغايه دلوقتي مكمله معاهم في اي حاجه هم عايزينها. وما تستنيش ان حد يدعمك، خليكي واثقه في ربنا وخليكي متاكده ان هو اكتر حد هيقف جنبك واكتر حد هيدعمك واكتر حد هيديكي قوه. دلوقتي انا وماما بنعمل مشروع، هي بتعمل حاجات كروشيه وتريكو، وانا بعمل حاجات زي تدريس كده اهوت، اعملها في طوق وابيعها. اقول للاباء يعني اقبلوا ولادكم زي ما هم، دولت نعمه من عند ربنا. ربنا في ناس كتيره ما عندهاش نعمه الولاد دي، بتدور وبتلف كتير جدا عشان يبقى عندها ولد، وبتقول يا رب حتى لو هو ايه شكله ايه. انا بقول لكم اقبلوا ولادكم زي ما هم، ولادكم دول نعمه، يعني نعمه كبيره جدا. وعايزه اقول لكم دي وزنه ربنا بيديها لكم عشان تتاجروا بيها وتربحوا بيها، هنتحاسب على ولادنا دول في الاخر. هقول لربنا حاجات كتيرة بصراحة، يعني مهما أشكره مش هوفي وقفته معايا، ومش هوفي الناس اللي كان بيبعتهم عشان يقفوا جنبي ويدعموني. مش عارفة ممكن أقوله إيه، مش مفيش كلام يقدر يوصف كمية يعني مدى شكري ليه أو مقدار شكري ليه. اوقات كتير قوي احنا بنبص على قيمتنا من عيون الناس اللي حوالينا، وده بيخلينا نبقى بنشوف نفسينا من عيونهم مش بحقيقتنا او بقيمتنا الحقيقيه. في استطلاع راي اتعمل مؤخرا عن يعني ايه موضوع القيمه، وسالوا الناس يا ترى قيمتك الحقيقيه فين، او ايه الحاجات اللي بتعمل لك قيمه، ولقوا الاراء مختلفه تماما. ناس قالت ان انا القيمه بتاعتي بتبقى في الممتلكات اللي عندي، يعني كل ما كان عندي ممتلكات اكتر كل ما كانت قيمتي اكبر. ناس تانية قالت ان قيمتي في الشغلانة اللي انا بشتغلها، كل ما بشتغل شغلانة اعلى كل ما كانت قيمتي تكون اكبر. ناس تانية قالت بالسلطة، ان انا كل ما كان عندي معارف او انا في موقع سلطة معين كل ما كانت قيمتي اكتر، وهكذا لحد ما جيب مجموعة وكان يعني رأيهم قلب تقريبا الموازين في استطلاع الرأي دوت، وقالوا ان لا، القيمة الحقيقية بتاعتنا بتبقى في اللي بنقدمه للناس. وابتدى الاستطلاع الرأي ياخد يعني مجرى تاني خالص.
دلوقتي قيمتنا الحقيقيه يا ترى هي في الحاجات اللي معانا، هي في الشغل بتاعنا، هي في الناس اللي نعرفهم، ولا قيمتنا في الحاجات اللي احنا بنعرف نقدمها للناس اللي حوالينا؟ طيب هسالكم سؤال بصوره مختلفه، يا ترى دلوقتي لو انا رحت السماء، هل الناس هتفتكر حجم الانجازات بتاعتي، او هتفتكرني كان عندي كام عربيه، ولا عندي بيت قد ايه، ولا فلوسي كانت عامله ازاي، ولا انا بشتغل ايه، ولا هتفتكر انا قصرت في حياتهم ازاي؟ هتفتكر الكلام اللي انا كنت بقوله؟ هتفتكر المشاركه اللي كنت بشاركهم فيها؟ هتفتكر انا كنت لما اكون حد تعبان انا كنت بزوره ولا لا؟ انهي فيهم اللي الناس هتفتكره، دوت ولا دوت؟ ويجي هنا موضوعنا ان هو قيمتك فين؟ قيمتك مش في المرتب بتاعك، قيمتك مش في الشغل بتاعك، قيمتك مش في الدراسه بتاعتك، قيمتك مش في المجموع بتاعك لو انت بتدرس حاجه ما، قيمتك مش في الدرجه بتاعتك في الكليه ولا في المدرسه ولا في اي حاجه من دي. الحاجات دي ممكن تكون مهمه وانا بشجعك تكمل وان انت تبقى مجتهد وتدرس وتبقى احسن واحسن باستمرار، لكن في نفس الوقت ما تبقاش شايف نفسك بس مجرد مجموعك. لو انا جبت مجموع قليل فانا كده قيمتي قليله، لو انا ما لقيتش شغل دلوقتي فانا كده قيمتي قليله، لو انا ما اعرفش ناس مهمين فانا كده قيمتي قليله، لو انا ما عنديش عربيه كده قيمتي قليله. لا، كل ده مش مظبوط. قيمتي الحقيقيه هي انا بقدم ايه للناس. عشان اعرف انا ايه قيمتي الحقيقيه انا محتاج اسال نفسي ثلاث اسئله. اول سؤال هو انا مين؟ انا مين دي معناها انا بشوف نفسي مين؟ هل هو انا فلان الفلاني اللي عايش في الحته الفلانيه بالمواصفات الفلانيه، ولا انا فعلا مخلوق ربنا اللي خلقه بايده وصنعه، وانا فعلا ابن ربنا؟ ابن ربنا مش زي اي حد تاني. طيب انا بشوف نفسي كده، ولا انا بشوف لا انا فلان الفلاني اللي قاعد في المنطقه الفلانيه في الشقه الفلانيه معايا كذا مجموعي كذا؟ يبقى انا مين ده اول سؤال اعرف. لو انا رديت على نفسي لا انا ابن الملك، يبقى انا شايف قيمتي صح. لو لا انا فلان الفلاني اللي عايش في الحته الفلانيه، يبقى انا محتاج اعيد حساباتي تاني. الحاجه التانيه، انا دلوقتي لو رحت السما، ايه الناس اللي حواليا هيقولوا ايه؟ يعني ايه هيقولوا ايه؟ انا ضفت لهم ايه؟ هيفتكروني بايه؟ لو الفتره اللي عشتها على الارض اتحطت في كتاب، يا ترى ايه العنوان بتاع الكتاب دوت؟ لو حد قرا قصه حياتي هيستفاد حاجه ولا لا؟ لو حد شاف كل الفتره اللي انا قعدتها، في اي حاجه هتضاف له ولا لا؟ اي حاجه هتختلف في حياته ولا لا؟ ده مهم قوي. طيب لو كان لا مفيش حاجه ينفع تضاف ومفيش حاجه هتبقى كويسه، يبقى ايه اللي انا هعمله من دلوقتي عشان لما اروح السما فعلا فعلا الناس اللي حواليا هتفتكرني بحاجات فعلا ايجابيه، مش مجرد حاجات بعد شويه هتتزال؟ يعني مش هيفتكروا لا منصبي، ولا انا كنت محقق انجازات قد ايه، ولا كل الجوائز اللي انا خدتها، لكن هيفتكروا زي ما اتفقنا ايه الحاجات اللي انا ضفتها لهم، كنت بشجعهم قد ايه، كنت بزورهم لما كانوا عيانين، كل الكلام دوت. الحاجة الثالثة، يا ترى ايه الهدف بتاع حياتي؟ هو انا عايش ليه؟ هو انا عايش بس لمجرد ان ابويا وامي اتجوزوا وجابوني، ولا انا عايش عشان احقق رسالة على الارض؟ اول ما بعرف رسالتي وابقى شايف قيمتي من عيون ربنا مش من عيون الناس، الموضوع بيكون مختلف. انا ببقى فاهم وعارف قيمتي الحقيقية فين. قيمتي الحقيقية مش في اللي انا بعرف اعمله، ولا في القدرات اللي عندي. قيمتي الحقيقية في اللي انا بقدمه فعلا للناس، مش في المهارات بس اللي عندي، انا بستخدم المهارات دي ازاي. اوقات كتيره ببقى عايز اكون زي حد ناجح في مجال ما، او حد مشهور. طيب هايل، هل اي حد ينفع يكون مشهور؟ اي حد ينفع يكون مشهور. اي حد ينفع يكون غني؟ اي حد ينفع يكون غني. لكن في الاخر الناس اللي حواليا استفادوا من ده ازاي؟ انا دعمتهم ازاي بده؟ انا ضفت لهم ايه وانا ناجح، او ضفت لهم ايه وانا مشهور، او ضفت لهم ايه وانا معايا فلوس؟ اهم حاجه مش اللي انا وصلت له بس، اللي انا كمان بقدمه للناس. اللي انا بقدمه للناس اللي حواليا هو اللي بيحدد قيمتي عامله ازاي. عيني وافكاري عن نفسي هي اللي بتحدد قيمتي عامله ازاي. قيمتك تاني، قيمتك مش في مرتبك، مش في شغلك، مش في مجموعك. قيمتك في انت بتشوف نفسك ازاي، وربنا بيشوفك ازاي، وبتقدم ايه للناس اللي حواليك. خطوة مهمة أخدتها محافظة الأسكندرية نتيجة لوعيها باختلاف البشر وتنوع احتياجاتهم، لما خصصت جزء من شاطئ المنظرة المجاني لذوي الهمم. وفي الجزء ده بنلاقي ممرات مخصصة للمكفوفين
بتسهل وصولهم للبحر، بالإضافة لاستراحة مزودة بشماسي وكراسي مريحة وشيزلونج لمتحدي الإعاقة الحركية اللي ظروفهم الصحية بتتطلب إنهم ما يكونوا في وضع الجلوس أو النوم. كمان خصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ممر فيه مية البحر يقدر يدخله متحدي الإعاقة الحركية بالكراسي المتحركة. إحنا دلوقتي على شاطئ ذوي الهمم، الشاطئ المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنظرة. الشاطئ كان تم افتتاحه لاستقبال أولادنا وإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة السنة اللي فاتت، وأنشأنا أول جزء للمساحة الشاطئية لأصحاب الكراسي المتحركة، بيسمح لهم بدخول الشاطئ عن طريق ممر ومنحدر 8 متر يوصل لحد المية، ينزلوا المية بالعجل المتحرك، وإحنا وفرنا لهم كمان دراجات متحركة لحد مستوى آمن جوه منطقة مجهزة ليهم، وأكيد طبعاً اتصورت وصور هتتعرض. النهاردة إحنا طورنا الفكرة على أساس نستهدف أكتر عدد من أصحاب الإعاقات، وهم أصحاب الإعاقات البصرية ضعاف البصر والمكفوفين. عرضنا على سيادة اللواء محمد شريف إن إحنا نطور الشاطئ. سيادة اللواء محمد شريف إحنا بنتوجه له بكل الشكر والتقدير على الدعم المادي والمعنوي اللي هو إداهولنا علشان ننفذ الفكرة. الفكرة تنفيذها فكرة بسيطة، لكن زي ما يقال الأفكار البسيطة تصنع نجاحات كبيرة. الفكرة بسيطة من إحدى موظفات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جبنا استدعينا عندنا رابطة مكفوف اسكندرية، عرضنا عليهم الفكرة، كان لهم بعض الملاحظات الفنية، تم مراعاة تلك الملاحظات وبدأنا مرحلة التنفيذ، وعملنا تجربة بعدد قليل من ضعاف البصر والمكفوفين. التجربة نجحت، الشاطئ بيسمح لهم ان هم ينزلوا متحررين من اي مرافقة، سواء من الصديق او الاخ او الاهل، بينزل بيعتمد على نفسه عن طريق حاسة اللمس اللي هم متفوقين فيها جدا وعندهم حساسية عالية جدا منها. حطينا مع كل شخص صفارة يصفر لنا لو تعرض لخوف او حزق او موقف مش طبيعي. الحمد لله هم زي ما احنا شايفين نزلوا البحر مع وجود بعض المرافقين من الغطاسين، ومستمتعين تماما، واهاليهم بره الشاطئ مستمتعين نظرا لفرحتهم العاليه. وان شاء الله نموذج ناجح من شواطئ ذوي الاحتياجات الخاصه نعيده تاني في اي شاطئ اخر. تنزل وتطلع من نفس الحاره، بس بعد كده اللي هو جمال طورها شويه ان تبقى زي زجزاج او زي حرف اليو، بحيث ان اللي يقدر ينزل ويخرج من مكان تاني يقدر يقف شويه، مش مقيد ان هو يدخل ويطلع على طول. الحاره وسعناها شويه عشان تاخد نفرين او ثلاثه لو حابين يخشوا ويطلعوا، ما يبقاش مقيدين او ان حد يخبط حد، امان ليهم. حتى المسارات نفسها ما حبيناش ان هي تكون حبال، خوفنا ان ايديهم ممكن تتعور او تتجرح او اي حاجه، فحطينا التيوب بالاضافه للكور اللي هي بتعوم المسارات عشان تبقى امان ليهم. بعد ما خلصنا لقينا لا، محتاجين كمان ان هم لما يجوا ينزلوا هيشوفوا ازاي المسار لوحدهم، فزودنا فكره الحبال اللي على الجناب اللي هي درابزين دي ان هم يمسكوا فيه، وبرضه عملناها بالتيوب دي عشان تبقى ما فيش اي حاجه تضايقهم، ما فيش اي حاجه تعورهم. بس زودنا جبنا كور وحطينا جواها زي اجراس كده صغيره قوي يقدروا يلعبوا بيها فبتدي صوت، فكانوا مبسوطين بيها جدا. وزودنا لهم المره دي عوامات بالونات جواها زي حبوب كده واجراس صغيره، اي حاجه فيها صوت بيحبوها جدا. وبصراحه التجربه جميله، والشاطئ لما اتجدد بقى اجمل من السنه اللي فاتت وبقى حلو جدا، وانا مبسوط اللي انا جيت هنا الشاطئ. يعني الناس قابلوني قاعدوني على الكرسي ونزلت الميه، الميه جميله طبعا، وتجربه الدش اللي هو عملوه جميل يعني مش وحش. بلعب اعاقه، ونشكر طبعا رئيس الدوله عبد الفتاح السيسي على اللي هو نشا الشاطئ الجميل ده، بسطني اللي هو عمل حاجات جديده وجميله، ويعني مرتاحين يعني في الشاطئ كويس. العوامه النهارده ركب العوامه وعام ووصل لحد العلم، وكان يوم جميل بالنسبه له. بشكر محافظ اسكندريه على انشائه الشاطئ دوت لينا، لان احنا كنا بنعاني معاناه جامده قوي بالنسبه لما بننزل الميه، كنا بنحسه ان احنا مش زي الاسوياء، بس دلوقتي فعلا احنا احسن من الاسوياء، لان احنا عايشين زي ما الاسوياء عايشين.
أهلا بحضراتكم جميعا، منورين. الموضوع النهاردة خاص للبنات، لكل بنت تشوفني لو سمحتي خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك قوي. ليه؟ علشان انتي بنت الله الغالية، انتي ربنا خلقك بنت متميزة ومميزة، انتي عندك قلب أبيض، عندك قلب شفاف وجميل بيعرف ازاي القلب النظيف الحلو من القلب المكار، بتعرفيه بسرعة. لازم تخلي بالك من نفسك كلها. ليه؟ علشان نفسك ربنا ادهالك أمانة. طب ازاي؟ يعني ايه؟ يعني اعمل ايه علشان اخلي بالي من نفسي؟ اعمل ايه؟ اول حاجة اخلي بالي من جسمي. جسمي ده ممنوع اي حد يلمسه، بنت او ولد، الاتنين ممنوع. يعني مثلا لو انا واقفة مع اصحابي في الكلية، في الشغل، في الشارع، في اي مكان، لازم يكون فيه مسافة بيني وبينهم، ما نبقاش قريبين من بعض. اول حاجة. تاني حاجة، لو كنا مع بعض بنهزر، ممنوع الهزار بالايد. انا اهزر حلو قوي، بس لازم يكون فيه هزار بالايد ومد الايد ولمس الجسم؟ لا ابدا. كمان لازم مثلا اخلي بالي من لبسي، لازم لبسي يكون بيغطي جسمي، مش جسمي باين. لا، لازم احافظ انا من نفسي على جسمي ومحدش يلمسه ولا بهزار ولا اي حاجه. تاني حاجه، لازم تبقي عارفه قوي انك انسانه، يعني لازم تكوني عايشه حياه كريمه، ما ينفعش حد يهينك، ما ينفعش حد يضربك، ممنوع اخوك يضربك ولا بابا يضربك ولا ماما تضربك. انت ممكن تفهمي بالحوار من غير اي ضرب ولا اهانه، لازم تبقي عارفه كده واعيه جدا. طيب يعني تعملي ايه علشان تحافظي على نفسك؟ تتعلمي ازاي تدافعي عن نفسك وتحميها. مثلا مش تقولي انا بنت سم، مش بعرف اتكلم، ما عنديش صوت، هعمل ايه؟ لو اي حد تحرش بيكي انت بتسكتي وبتخافي وتحطي في نفسك اكتر. غلط. انت عندك صوت عالي جدا، بس انت بس اللي مش سامعاه، لكن الناس سامعه صوتك، هي سامعاه كويس قوي. لو عليتي صوتك هما هينتبهوا وهيجوا بسرعه ويساعدوكي، فما تخافيش، انت بس مش سامعه الصوت بتاعك. لكن اول حاجه علي صوتك وما تخافيش ابدا. تاني حاجة، اتعلمي رياضة، رياضة خاصة بالدفاع عن نفسك، كاراتيه، كونغ فو، اي رياضة اتدربي عليها كتير علشان تبقي عارفة امتى تبتدي تدافعي عن نفسك، فين الاماكن اللي تقدري تضربي فيها، مثلا هنا هنا هنا. بالتدريب هتعرفي تتدربي قوي على الرياضة، وهتعرفي تعلي صوتك حتى لو انت مش سامعاه علشان الناس تساعدك. انت بس ابدأي، انت ابدأي وسيبيهم هم هيكملوا، لكن تسكتي خالص لا. كمان لازم تخلي بالك من نفسيتك وإحساسك.
ما تسمحيش لأي حد يقولك كلام سلبي وكلام مش كويس. انت مش هتقدري تعملي ده، انت ضعيفة، انت بنت سم. أبداً ما تقبليش الكلام ده نهائي، وتقولي لنفسك على طول أنا بنت الله الغالية، أنا أقدر أعمل كل حاجة، أنا أقدر أتعلم كل حاجة. وقعت مرة عادي، هقف تاني، هقع وهقف، هقع وهقف، لكن أنا هفشل؟ لا. وتتدربي، تدربي نفسك على طول على الكلام الإيجابي الحلو. كمان لازم يبقى عندك وعي بدورك في المجتمع، يعني مثلا انت ايه في الأسرة، انت ليكي أخت وأم وأب، أو انت زوجة، أو انت أم وعندك أولاد، أو انت خالة أو عمة، أي حاجة لازم تكوني عارفة إزاي بتعملي الحاجات دي كلها مع بعض. ليه بقى؟ علشان البنت نص المجتمع، صح؟ طب والولد نص المجتمع، صح برضو. طيب مين اللي بيولد الولد والبنت؟ الأم. يعني البنت، يعني البنت هي كل المجتمع. فلو سمحتي خلي بالك من نفسك قوي، علشان كده معناه ان انت بتخلي بالك من المجتمع كله. يسعدنا استقبال اقتراحاتكم واسئلتكم من خلال قسم العلاقات العامة بقناة سي تي في على الأرقام التالية 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv أنا ليا كيان، أنا عندي طموح، جوايا فنان لكن مجروح. أقدر أكون إنسان عظيم زيك تمام.